الأهلي بيدخل هذه المباراة أمام غريمه التقليدي الزمالك القادمة وهو بالمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة حصل عليها خلال 18 مباراة، فاز خلال 18 مباراة في 13 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراتين فقط. وسجل الأهلي حتى هذه اللحظة قبل انطلاق المباراة 40 هدفا ودخلت شباكه 18 هدفا. أما على الجانب الآخر القلعة البيضاء فريق الزمالك بيدخل مباراة قمة الجولة 27 من الدوري المصري وهو بالمركز التاسع برصيد 34 نقطة حصل عليها خلال 20 مباراة، فاز الزمالك خلالها في 10 مباريات فقط وتعادل في 4 مباريات وخسر في 6 مباريات. وسجل الزمالك حتى هذه اللحظة 31 هدفا ودخلت شباكه 19 هدفا. ومن الواضح ان الاهلي متفوق تماما بهذه الاحصائيات بجدول الترتيب، وللاهلي 7 مباريات مؤجلة، اما الزمالك له 5 مباريات مؤجلة فقط، حيث تقام مباراة القمة قمة الجولة 27 الكلاسيكو كلاسيكو الدوري المصري بين الاهلي والزمالك القادمة يوم الثلاثاء القادم بتاريخ 25 يونيو الجاري 2024، وذلك في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر والسعودية، والثامنة مساء بتوقيت الامارات، والخامسة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب وجرينتش. ويقام اللقاء على ملعب استاد القاهرة الدولي، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة اون تايم سبورت اتش دي. ونذكركم بأن مباراة الذهاب بالدور الأول كلاسيكو الدور الأول بين الأهلي والزمالك انتهى بفوز الزمالك بنتيجة 2-1. وعن آخر مباراة لعبها الفريقين فقد خطف فريق الأهلي فوزا مهما على حساب الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية على استاد السلام المؤجلة من الأسبوع 12 بالدور الأول. أما على الجانب الآخر فقد حقق أيضا فريق الزمالك الفوز على فرقه بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية أيضا على استاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل من الجولة 12 لمسابقة الدوري المصري بالدور الأول.